أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة التغيير الكرام. اليوم مع الرجال، اليوم من ساحة الوطن، اليوم مع الكبرياء والرجولة، اليوم مع شباب العراق الجديد الذي كتب صورة جعلت العالم كله يقف باحترام وإجلال لهؤلاء الشباب الذين جاءوا من كل مكان يجمعهم هدف واحد في هذا المكان في ساحة التحرير، حيث العراقيون الشرفاء الأصلاء يقدمون صورة ونموذجا ونظاما قل نظيره. أعتقد أن من لا يحضر لساحة التحرير في هذه الأيام والقوادم منها سيندم ندما كثيرا، ليغاير الصورة التي كان يراهن عليها بعض الخائبين في السياسة والمال أن شعب العراق قد انتهى. ولكن إلى كل هؤلاء نقول: تعالوا إن كنتم رجالا لتكونوا مع الرجال، تعالوا إن كنتم رجالا لتقولوا أو تنبسوا بكلمة أمام هؤلاء الرجال. تشاهدون هذا اليوم التظاهرات المليونية، تشاهدون هذه الشعارات المنضبطة، تشاهدون هذه المطالب الحقة التي أكلها وهضمها سياسيون فاسدون وسراقا في ظن منهم أن الشعب العراقي قد نام. الشرف الكبير لنا ولأي رجل امرأة شابة شيخ كهل أن يكون هنا مع الرجال، نسمع صوتهم ليقولوا للعالم أنهم أحرار وكيف وأنهم عراقيون. هم أول من علم الناس القوانين، وهم أول من كتب الحروف، وهو أول من اخترع الآلة، وهو أول من اخترع العلم، وهم اليوم يقولونها مدوية بوجه كل الذين توهموا بهم أننا عراقيون، أننا أحرار، أننا قادمون. وفي ضيق الشعب العراقي على هذه المناسبة، نحن مستمرون في ساحة الطيران وساحة التحرير وعلى جسر الرشيد، ونحن مستمرون ونبقى مستمرون. حياك يا بس ارجع شوي، ارجع ارجع شوي، ارجع يلا يلا تعال حجي بصفي. أقول كلمة لكل السياسيين ولكل من استلم السلطة خلال 15 سنة. أنتوا قدمتوا للمواطن العراقي غير الذل والمهانة والجوع والفقر. شكرا حجي، شكرا لك. خلينا نرجع شوية هنا. أنتوا مجال يا شباب، إيه كلكم تحجوا كلكم. تعال هلا بعيد، أنا بعيد. السلام عليكم. بس راح نروح. يلا يلا. أنا أطالب سيد مقتدى الشريف الشجاع البطل على الله وعليك وعلى المرجعية. يا سيد مقتدى، يا سيد مقتدى، هاي الأرواح كلها عليك تنادي. أنا حبوجه كلمة واحدة، إحنا نريد إسقاط الأحزاب وليس إسقاط الحكومة. يلا بس عندي سؤال. بس عندكم مجال شباب، عندي سؤال للسياسي. زارة الأربعين زارة الإمام حسين عليه السلام كم دولة تجي للعراق؟ جيل ما قرقت عيومه، نقطة خجل ما يعتيوه، كم شوارع لمبلطة بنى تحتية لاكو. زين هاي ما راح الدول تجي، يعني تنقل. شوف العراق هيك مهدد، تروح للدول هم تحكي لهم يابا هيك العراق بهدل، العراق ترابه. ليش هيك؟ ليش يعني هذا بس اللي يشوفون؟ انا اشكرك. تعال انت دائما. طبعا انا من هذه ساحة التحرير ايضا احيي هذا الاعلامي الشريف اللي من كان بقناة هو يدافع عن الشعب العراقي ويدافع عن حقوقهم ويتعارك ويا السياسيين من أجلنا. وإحنا نحييه من هذا المنبر، منبر التغيير، والله يوفقكم لأن تنقلون صوتنا بكل جدية وبكل صراحة وماكو إخفاء للحقيقة. رحم الله والديكم، شكرا جزيلا لك. يلا شباب يلا كل تحكي، تعال إحنا جايين نسمع أصواتكم، كلكم تحجون. بس انتم مجال شباب، كل تعال. السلام عليكم. شوية مجال، ارجع شوية.
شباب كل الكاميرا يلا أمي شلع قلع كلهم إن شاء الله مريدوا هاي شباب شوية مجال شباب شوية مجال ضامن المع المتضارب نطالب تغيير الحكومة تغيير جذري لا نستكين المنجز بين المتضارب وبين القوات الأمنية أن يخرب هاي التضارب سلمية سلمية ولا في الوقت قصبا على كل وقت أنا أشكرك أنا أشكرك يلا يلا شباب شباب بس أنتوا ارجع بس أنتوا مجال بس انتو مجال خلي عبره بالتوك توك سوي مجال لبالتوك توك ما تمنى وعلي وعلي ما تمنى وعلي ان شاء الله ان شاء الله بيكم البركة يا الله بسم الله الرحمن الرحيم انتو مجال لبالتوك توك خلي فول ويعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هذه الشعيرة شعيرة التظاهرات يجب أن تضاف إلى شعائر الحسينية لأن الحسين عليه السلام إنما خرج لطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله فنحن العراقيون وكل من يؤمن بأن الحسين إماما ويتخذه قدوة عليه أن يخرج من بيته إلى ساحة الإصلاح ساحة التحرير وعليه هيهات من نفسه حبيبي حبيبي وينك نعم ساحة الإصلاح هذه الساحة التي أنجبت وتنجب الأبطال ومن غير الإنصاف ومن غير الإنصاف أن نطلق على هذه الجموع متظاهرين بل هم ثوار نعم هي ثورة حتى النص ثورة حسينية ثورة حسينية نعم بغداد ابنك بايع روح بغداد ابنك بايع روح بغداد ابنك بايع روح بغداد ابنك أنا ما أعرف دولة أو حكومة سواء هذه اللي موجودة أو اللي راح تجي بعدها أنه ممكن تقف في وجه الشعب بطفل 5 أيام متظاهر أمه وياه أبوه وياه سنوات طويلة أنا أحكي أقول إذا تريدون تنجحون افهموا العراقيين اعرفوا العراقيين خطأ بيهم قبلكم هواي وفشل هواي لكم والله شعب طيب هذا شعب فقير شعب من الثور ما يرجع سنوات إحنا نحكي هذا الحكي بس الفساد والمال الحرام والسحت الحرام وصلتم لهذا المستوى بسم الله الرحمن الرحيم نوجه رسالة الحكومة الأحزاب فارجوا شلع خلع شلع خلع كلهم حرامية شلع خلع كلهم حرامية شلع خلع كلهم حرامية خلع خلع كلهم حرامية احنا مستمرين منا للجمعة ننتظر المرجعية ورا الصلاة منتظرين المرجعية احنا مستمرين ليلا مع نهارا الكل شيء متوفر حلاقة اكل شرب كله متوفر واي اي طبقة سياسيين لحد يتدخل لحد يتدخل وفولا يشكلون حكومة جديدة مستمرين شباب خلي تعالوا وياي شباب كلكم خلي بهاي الاحتفالات شارك هاي الشباب
جبل رجولك. ساحة التحرير كل العراقيين شافوها، ساحة التحرير احنا تواجدنا بيها من 2011 بالتظاهرات وشفنا ما شفنا، لكن ساحة التحرير بال 2019 وبتشرين الأبيض على الشعب وتشرين الأسود على السياسيين وعلى الفاسدين وعلى الذين نهبوا هذا الشعب. الصور اللي موجودة بهذا المكان أنا أعتقد أي كاتب ما يقدر يكتب سيناريو بهذا الشكل. يعني أنا أشوف الشوارع، أشوف الناس، أشوف العوائل، أشوف الولد، أشوف البنات، الشوارع كأنه تتمدد حتى تقدر تحتضن الناس. العوائل البغدادية الآن تبقى حتى الفجر متأخرة. حكومة استنفذت المواجهة مع شعبها بيومين. أكو سؤال كثير من الإعلام العربي والعالمي يسأله، إنه هاي الاحتفالات اللي بالشوارع شنو معناها؟ إحنا نجاوب كمتظاهرين نقول هذه احتفاء باستعادة الإرادة العراقية، احتفاء بالنصر العراقي. هذا الشعب لما يقرر على كل السياسيين أن ينحنوا وأن يقفوا صاغرين لتلبية هذه المطالب. واهم من يعتقد أنه أصبح مسؤولاً وأصبح ذات سلطة. نعم قد يكون تأخرنا كثيراً، ولكن أتت اللحظة المناسبة التي يقول فيها العراقيين الكلمة التي مزقت كل جدار الصوت والتي أعطت لكل العالم ولكل الذين راهنوا على أن العراق قد ضاع. نقول لا، هذا المكان المطعم التركي. قبل قليل مشاهد الكرام سمعتوا، كنت في إحدى الوحدات الطبية يقولون في مكان واحد يوميا 100 جريح يتم علاجه. مع الموت ومع الغاز الذي يستنشقه الشباب أكو روح دعابة، أكو فكاهة، أكو نكتة يخلقها الشباب، هم دا يموتون، هم دا يستقبلون الغاز المسيل الدموع، هم يستقبلون رصاص الغدر والخيانة. سموا المطعم التركي بجبل أحد لأنه احتموا به حتى لا يدعوه يأتي قناصاً ليقتل أبنائهم. ولو تشوفون اللافتات اللي موجودة في هذا المكان والشعارات اللي مطروحة في هذا المكان وكيف يتسلق الشباب، وتشوفون هاي الأضوية يعطيك دلالة واحدة إنك أمام شعب كبير كبير جداً ما يستحق هؤلاء الأراذل أن يسموا عراقيين، وأقصد بهم هؤلاء السياسيين. العراقي في كل عمره طلباته مشروعة، ما قدرتوا تناغمون هذا الشعب وتتحدثون معاه. على الرغم أكثر من 8 سنوات العراقيين متظاهرين في هذا المكان. شوفوا بالتوك توك، هذا اللي الآن هو رمز الثورة العراقية. قبل هاي الثورة لو تسأل أبو التوك توك شنو أبو التوك توك؟ رجل فقير يداين فلوس على مود يعيش، وتلقيهم من أفقر الشرائح العراقية قاطبة، لأن ما بقت أمامه وسيلة إلا أن يسوي له توك توك حتى يعيش. شوف عاف عيشته، عاف شغله، تحول لرمز بالثورة. يقول ثورة أبو التوك توك الآن. ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأبطال هنا ما قدروا يجيبوها بجكسارة ولا صعدوها بمونيكا ولا قدروا يجيبوها بمدرعة. قال أبو التوك توك أمين عام مجلس أمن أمم متحدة بالتوك توك. شوف الشعوب لما تفرض إرادتها. منو بيكم رجال اليوم يقدر يطب ويا شعبه؟ الزلمة اللي يقول أنا يمثل شعب، خلي يجي ويا هاي الولد، خلي يجي ويا هاي البنات، خلي يتوضأ بجبل أحد مع هؤلاء الأبطال، خلي يتبرع، خلي يقبل. اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون. وإذا كان لكم زمنا أو ما تبقى من زمن توضأوا بمواقف هذا الشعب. وأنا أقدر أقول ما ظل وقت بعد، استنفذتم كل ما عندكم، لكن الشعب في كل يوم إلى صفحة.
وإلى بطولة وإلى رجولة وإلى موقف. والعراقيين ذولا اليوم هذا الكلام اللي رفضتوا أن تسمعوه. اليوم أبو التوك توك البطل، أبو التوك توك البطل رسم معاني الثورة. يعني كرنفالات الحب والفرح متواصلة إلى على داخل الشباب هناك. هنا الصورة انطوني الشباب هنا أنا تشوفوها، هذه جاي فرحان عنده صناعة فرح، اليدات من قد الكبت اللي مر بيهم حملت شهادات، قالوا يبحثون عن فرصة عمل. اليوم خلقوا لهم مسرح بشكل رائع من خلاله يحجون ومن خلاله يطربون ومن خلاله يفرحون، وانتوا اليوم ما تعرفون وين تباتوا. وياك بحبيب امك الطاهر. ايه بس مو هسه. ايه ان شاء الله. مشان الكلام انا متواصل وياكم اروح الى مواقع اخرى، وهذه الكاميرات الشباب يعني انت الان تشوفون شنو اللي يصير في هذا المكان او شنو الصوره العراقيه اللي موجوده. قد يكون هذا الشارع اللي به احنا مشاهد الكرام اتجهنا الى لانه من اخف الاماكن. وطن منهوب وارض مسلوبه، عافية عليك. حبيب العافل. ايش تشتغل؟ الحبيب العافل. ايش تشتغل؟ هذا خريج تربية. ها؟ خريج تربية، طالب. وظاف قاعد. والله عطال بطال. عطال بطال. عطال بطال، بعد. هذا شنو هذا؟ هذا تالي ضربوها علينا. قبل نص ساعة أنا صدت بيدي. شلون؟ بيدي. حط السطل عليه وتفسد. هاي صيدليت. يضربون نبينا. انا سمعت وشفت انتم الان مسوين فريق انقاذ، يعني هذه من تنطلق نركض عليها. سولف للمشاهدين لان هسه مرات احنا من نسولفهم العالم ما يصدق. من تنضرب تركض على القاع نقمز عليها بالبطانيه، وبعدين بالبطانيه لو بالسطح بطانيه مبلله لو بالسطح حطها هيك. اي خلاص انا بجمع بيها ناخذ. انتوا هاي شلون تعلمتوا هاي الاساليب اثناء تواجدكم؟ قريتوا عليها؟ ما بالنسبه لي شفت الموجودين وسويت مثلهم، واحنا بالساتر الامام بالخط الاول. والله صو عتاد قاموا يضربونا ببطاقه ما يسمونا انتم الدزانه العراقيه، انتم تسخطون الحكومه. يسمونا احنا والدزانه، وهاي ضربه احنا. يسمونا احنا والدزانه، يقول لي انت ابن الزانه، جاي تريد تسخط الحكومه. من هذا يقول لك؟ هم الشغل. لا انت ابن الملحه وانت البطل وانت ابن البطل. صار اليوم ما مستفتح، اليوم استفتحت بيه. يلا يلا منو؟ دونا هاي مسل الدموع. هاي البحر مسل الدموع، حتى ظفري شالوه وخياط هذونا. وين اهلك؟ انا بغداد. ايش تشتغل؟ انا باع كاسر، نظام فوز 24 فرقة رصاص. قدمت حتى قدمت وقالوا عودة ما رجعوني، خذوا الفاين ما رجعوني. يوميا موجود بالتظاهرات؟ يوميا انا هاي من يوم 24 لحد الساعه. بس هسه اللي يجي ساعه التحرير يلقي اكو عرس، يعني اكو كرنفال، اكو فرح. محتفلين عليهم، محتفلين. هاي الدوله ما هي فاشله، دوله تعبتنا هدتنا. يعني شلون كيف بنجلاديش احسن من عندنا؟ البنجلاديش احسن من عندنا، اخذ ورقات خذ ورقات وخمس ورقات، واحنا قاعدين عندنا شهايد وهاي لا شغل لا عمل. ترضى بيها؟ اشكرك رحم الله. انا اشكرك. دايما دايما. السلام عليكم. الله يسعدك. هلا بيك، سعدك اول. بالظاهر وبطل وفرحان ومحتفل. الله يحفظك ورحمة الله. اي والله انا كبر سني دا ادعم الشباب، هاي ثورة شبابية. عندك شباب؟ شو الحجة؟ لا الحمد لله وشكر. احنا حاولنا مرتين ثلاثة ما قدرنا لهم لان الفساد مغطي لهم، لكن هاي الشباب بعد ما تقدر يعني تقنعها بشيء انه اسمه الثقه، بعد ما في ثقه بيننا وبين الحكومه، فقدت المصداقيه، فقدت الثقه، يعني هي كل ما انا مداعبه باسم الوقت، يعني ما ادري يكون يستعملون وقت او يعني المفروض على هالحكومه مباشره تلبي طلبات المواطنين في سبيل انه
انا اقول لك شغله واحده، رئيس الوزراء من استلم الحكم من هسه ايش قدم للشعب غير مسكين وعدس؟ ما نريده، احنا نريد حريه، هويه عراقيه، هويه عراقيه تحمل كل مبادئ العراقيه والشيمه العربيه، العراقيين اهل غيره، اهل نشامه، لا ينسون احنا عندنا دعم كبير ويا كل الدول العربيه والدول الاسلاميه، يعني هاي ينسوها انه هذا الشعب استغلوه، ما تطلع من جيل جيل يحط كل ما بينهم من اجندات من مساومات من كذا. هاني اشكرك اشكرك جدا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. عراقيه اعمل شلون؟ الله يسلمك. ربت فيها. اي. من وين؟ احنا من الشمال. من الشمال احنا. شلون التظاهرات؟ والله التظاهرات بصراحة مو زينة، هاي الشباب خطية اللي قاعد تروح شنو ذنبها؟ هي قاعدة تطالب حقوقها ولا فيها اللي سوى حادث لحد هسه قاعد لا شغل لا عمل. ها هو هذا حد شيء؟ ها؟ هسه انتم ان شاء الله حققتوا هدفكم، الحكومة استقالة، الآن اكو تغيرات. زين هذا انت جاية ويا عائلتك عمو؟ جاية ويا عائلتك؟ ايش كم يوم صار لكم هنا؟ صار لنا تقريبا يومين قاعد نطلع مظاهرات. يا شكرا. نعم الامن والامان ان شاء الله على امة محمد، وهاي الوزارة تتغير ويسقط كل ظالم ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. استمروا استمروا. استاذ نجم شلونك؟ انا حبيبي. شلونك تاج راسك؟ يعني ايش تحكي؟ ايش تقول؟ اول شيء انا اشوفكم الان يعني هذا كرنفال حب وفرح، انتم وعوائلكم واخواتكم وزوجاتكم صوره قليله موجوده بالعالم. اوه قليله، انتم ابطال. صحيح قليله ابطال بحق هذا الشعب كله، قليله، لان الشعب تعب. استاذ نجد تعب كافي، ملينا وحشينا، ما بيه الكفايه وحشينا وتعبنا، وقلنا اللي ما قال ويا من دير على قولته انه ويا من شقى ويا من على حاضر لقيه. عم الشعب وعب كافي، بعد الشباب تريد تعيش بأمان وبسلام، مفسوخة عقودهم، مظلومين كلها مقدرات. نريد شاب واعي، احنا نحب الوطن، هذا وطننا، ما حد ما يتدخل. هذه صورة وطن إذا شباب الكاميرات، هذه صورة وطن حقيقية، هذا العراق الصحيح، هذا العراق، هذا العراق الصحيح. العراقي مو طائف، مو صحيح، والعراقي مو عنيد، سنة شيعة، سنة شيعة، مو إرهاب، مو إرهاب عمي، احنا كنا اخوان وهذا بلدنا ومنعوفه للدوم. ان شاء الله للدوم منعوفه. شلونك؟ شلون الصحه؟ شلون الشباب؟ شلونك؟ شلونك؟ احنا قبل كنا نباوع على فلسطين. اي صحيح؟ اي الاسرائيليين يجيبون ويضربون فلسطين. اي وفلسطين بالحصن. هسه احنا جايين ننقص ونحكم الدقاقات وهم طلقات، ونقول ماكو سلاح وماكو غم حي كذب. هسه ولد ما ضرب التحرير. هسه بدير الدابة، بدير الدابة صوبة وبالتحرير. وغم حي. هسه ضلوا تتكلم اللي غادي تشوفوا غم الحي. انتوا ابطال وهذا وطنكم وسويتوا اللي ما حد يقدر يسويه. يعني نسأل شرفهم. اسألهم شرفهم، يعني يرضون هالوضعية. مواطن عراقي بيت ما عنده، فرص عمل، فرص عمل ماكو، بطالة هواية، الناس قامت تطلع نفسها من ورا المصرف، فلوس ماكو، شغل ماكو، عمل ماكو، ليش؟ هاي الناس شنو ذنبها؟ زين المرجعية الشريفة شنو وقفوها؟ الناس تعبت، الناس ملت، عيب العالم يلحق علينا. لا العباس عيب. هسه انتوا ضحكتوا على الجميع، عافية عليكم. العباس عيب، عيب مخازي. بارك الله فيك. قالوا طفلوا بنروح عليهم جو الخراطيم عليهم. تسلم يابا، جايين بيصيروا، يصير ان شاء الله، بسبب قهوتك. ان شاء الله. ان شاء الله جاي بيصير. حبيب قلبك. حبيبي. هات من وقف. دار اسكت. اسحب. لا عمر انت حجي. تعال كلكم عمو بس دقيقة بس تبنيها من يا مكان على الكاميرا. انا من قضاء الصور، انا من قضاء الصور. اهلا وسهلا. اول مرة نترى بالدكتور وشكرا على تغذيتكم الاعلامية. بعض الشباب نادوا باسقاط النظام او بالاحرى اسقاط
عدم النظام، اسقاط عشوائيتهم، اسقاط احزابهم، اسقاط محاصصتهم، اسقاط تكتلاتهم الظالمه التي جعلت من الشباب منحصر. انا موظف بس طلعت، تدري ليش؟ لان لا احس لا جيران ولا صديق مرتاح. عمل اول مره بساحه التحرير احس انا عندي وطن لاول مره، وراح نبقى مهما يكلف الامر لازم ان نصنع لكل عراقي هويه، وهويه العراقي بالتحرير. السلام عليكم ورحمه الله، مشكورين قناه التغيير مجاهده الناقد لصوت الحقيقه. انا من قضاء محافظه واسط قضاء الصويره، جيت اشارك زملائي واخواني المجاهدون لنا في ساحات العز والكرامه، ساحه التحرير، ونقول كلمتنا المدويه كما قالها القائد العربي عمر المختار: نموت او ننتصر. كفى يا سياسي، كفى تلاعب بدم العراقيين، كفى تلاعب باموال العراقيين، النعم والسلم، كفى كفى كفى، نقولها كفى، ارحلوا عنا، اتركونا بحالنا. شكرا لقناه التغيير المجاهده. الشعب يوما اراد الحياه فلا يبد ان يستجيب القدر. هذا الشعب اراد الحياه، هذا الشعب اراد وطن، هذا الشعب اراد حريه. اليوم هاي الناس اللي طلعت، هاي الناس اللي طلعت، الشباب كلهم عمر ورد. انا اليوم مظاهرات حضرت هنا كان العدد كلش قليل، الناس قالوا لي مظاهرات ما راح تنجح، بالدنيا راح تنجح. قالوا لي ماكو احد يقول هاي المظاهرات ما راح تسيس. هاي الشباب العمر ورد، حقولها تفتحت، دورت، صارت تنفض، الاحزاب صارت تنفض، التصرفات، ناس ذلت، ناس انتفضت. فالشعب يوم اراد الحياه على الحكومه ان تلبي مطالب هذه الجماهير، على ما يقوم الامم المتحده ان تلبي مطالب هذه الجماهير، قالت الحكومه يجمع بطرد هذه الاحزاب خارج العراق. ما اريد احزاب، هاي الاحزاب سبب دمار العراق، هاي الاحزاب سبب نهب ثروات هذا البلد، هاي الاحزاب كمان تسهل هذا البلد ان تخرب هذا البلد وتنهب ثرواته وتجوع شعبه وتجعل جاع هذا الشعب. حكومه تمادت، حكومه استهترت حقوق هذا الشعب. شكرا لكم، شكرا لقناه التغيير، اتمنى تواصلون وتوصلون هذه الرساله للعالم اجمع. السلام عليكم. اشكر قناتكم المقربه على هذا المتعة الجميل، لان ما حد ما شفنا اي قنوات لحد الان الصراحه، بس انتم خليكم على راسي. احنا ما نريد شيء، شباب مظلومين، شباب قاعده لا شغل لا عمل لا تعين، واصحاب الشهادات كلها معلقه ببيته. ليش يعني واحد عن الدول؟ شنو الفرق؟ احنا اهل النفط، اهل كل شيء، اهل الخير. ايش معنى عن الدول ما عدا الخدمه؟ وصلنا احنا ما نروح من هذا، ما نروح من هذا، لو هم ما يروح ان شاء الله، لا لا ان شاء الله منتصر. يلا شباب حتى ننتقل الى مكانها. عزمنا شعب العراق باستجابة مجموعه من الجهداء الابطال الذين خرجوا للمطالبه بحقوقهم الذي استولى عليها الاحزاب لمده 16 عام. اليوم الشباب خرج للمطالبه بحقوقهم وحقوقهم للمطالبه بحقوقهم بعد ان استولى عليها الاحزاب. اليوم احنا لا بعثيه ولا مندسين، اليوم احنا خرجنا للمطالبه ابسط حقوقنا اللي استولى عليها الاحزاب. اليوم احنا مطلبنا ليس فقط اقاله عادل عبد المهدي، اليوم مطلبنا هي اقاله الاحزاب وطرد الاحزاب خارج العراق. رساله للسيد علي الخامنائي: يجب عليك ان لا تتدخل في امور العراق، فهذه امور نحن لا مندسين ولا خارجين عن القانون. خرجنا للمطالبه بحقوقنا، خرجنا لايجاد فرص العمل، خرجنا للقضاء عن البطاله من اجل توفير التعليم والصحه. دكتور نجم، مشاهدينا الكرام، هاي الصورة يعني ما تحتاج تعلق عليها، بس أنا راح أجاوب إلى بعض الخائبين من السياسيين. أنا عاصرت التظاهرات من 2011 ودائما موجود بهاي الساحة ويا أهلي ويا ناسي، وكنت ألتقي بسياسيين كان عندهم قضية يقولوها، يقول لك يا معود خلي يظاهرون، هم يوم يومين ساعة ساعتين يرجعون. لكن هاي الصور تقول عبارة واحدة، قال جئنا أو تقول جئنا كي نبقى. شعب جاي، جايب أكله وياه، وجايب ميه وياه، وجايب خيمته وياه، وجايب ابنه وياه، وجايب أخوه وياه، ولازم وطنه بإيده. يابا افهموها يا معودين، افهموها، أنتم مو قد هذا الوطن. هذا الرجل الشهم الشريف العراقي اللي يمثل صورة من صور العراقيين،
من يوم 25/10 هو متبرع يقدم إلى العراقيين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أنتوا شنو اللي عندكم؟ عندكم مطاطي، عندكم غاز مسيل للدموع، وعندكم اعتقالات، وعندكم سجون، لكنكم فاقدين للشرف. الشرف الحقيقي هنا. هسه أنا ما أرد أطيل، بس خليني أتعرف عليك. صفاء الزبيدي، تاجر مكياج بالشرجة. من وين؟ من يوم بغداد؟ أنا بشارع فلسطين، بس أنا يعني تاجر مكياج بعمارة راميتة، عمارة راميتة بالشرجة مقابل السوق العربي. يعني أنا إيش أقول له؟ ما محتاج هو. هو الرجال تاجر. الرجال متبرع للحشد الشعبي من أول بدايته، وهسه الشعب لما رادنا هم نتبرع لهم من أول يوم ونوقف وياهم. وتدري حتى ومن مقدمة بأول بداية. تدري أنا إيش قد لقيت من أبطال الحشد هنا أنا موجود؟ حتى لا واحد يزايد باكر. احنا الحشد ايضا موجود هنا، مثل ما قاتلوا بالموصل اليوم يقاتلون ضد الفساد، بدهم لان هم تم تشكيلهم لمحاربه الفساد. كلا كلا كلهم حراميه. هذا وياك. انا بس ذا هسه ابو المال، شباب ابو المال حكينا وياه، خلي اشوف المتضرر. انت هواي متضرر. ايه انا بس الكاميرا فدوى شباب هاي كلها. انا مو متضرر، انا ربحان هسه، ربحان بخدمه هاي الناس. انا افقر واحد من العراق، عندي هاي المهنه شوفها استخدمتها لهاي الناس. كيف ما ذول مسؤولين؟ كل شيء يقدرون يسوون لهاي الناس، الله وكيلك، كل شيء يقدرون يسوون. تدري هذا هو، هذا الشرف، يعني هاي الغيره. تاجر وساد محله وجاي يطل اهله، وين موجوده هاي؟ يا عمي انتوا اذلتوا العالم، انتوا ابطال، هاي الشباب ابطال. هنا هسه بالمطعم احنا ناس سنه وشيعه وكراد نخدم سوا، احنا واحد ونبقى واحد، وانا بس احنا نبقى واحد، وقوتنا اكثر من الاخ من امه وابوه، احنا بس النومه مو سوا، والله بس النومه مو سوا. والله ابطال، والله ابطال، انتوا ابطال. ها احكي لي يعني المشاهدات اللي يشوفها، الاشياء اللي تلفت نظرك بالتظاهرات، الصور اللي راح تبقى ببالك. والله يعني ما تعرف شو تقول. يعني الشباب طالعة على مود شنو؟ لقمة عيش. يعني الشباب كله، انا مهندس اتصالات ما متعين، كل الشباب خريجين. كلنا خريجين. كلها خريجين، جيب هسه. انت مهندس اتصالات. ايه. انا دار اقتصادي دار تعمال. دار اقتصادي دار تعمال، علوم حاسبات. يا بس سمعتوا؟ يعني ذولا خريجين مهندسين اثنين، بس احنا فايدة تقول اجندات. بس احنا والله فايدتني انا هسه مال النقابه، فايدتني بشغله واحده بس بالسيطرات، باعتبار انا مهندس. ها يا الله وكتبه ورجله ان شاء الله بيكم البركه. اكو شغله انتبه عليها. المتواصل ايش قد هنا؟ في الواحد عشر او في الواحد عشر. واحد عشر راح وقفنا هواي مو لا من 25 لحد اليوم. ايش قصر؟ ست ايام. ست ايام هاي انا هنا موجود. زين الست ايام ماشي بتحرك بين اثنين، الست ايام ماشي بالشاب بتحارش بثنين، الست ايام ماشي بتوع عصر عصب على واحد، الست ايام رجعت الف عند الشعب فقدتها من قبل 2003، الست ايام هاي المره هاي الست ايام رجع فادونا بيها. شعب راح مو بس هنا، حتى بباقي المناطق هسه ما كنا نروح. شغلة الشعب منتظر متفائل ومنتظر فرحة. أنا أريد بس أسأل أقول الشعب وين كان هاي الخلافات؟ وين كان؟ إيش سووا هم؟ شو وصلوا؟ وين وصلونا؟ وحق الحسين شيء وبدون يعني ما أنتم مثل ما تقولون، فادونا أكثر ما ضرونا. هاي ما كان هاي اعتصاماتنا فادونا كمان، لأن رجعنا قلب على قلب، رجعت وحدة. إن شاء الله رجعت طائفية ماكو. هذا المعدن الحقيقي، رجعت طائفية ماكو. والخسران شو أنا أقدر أعدل لك الولد هنا؟ الولد مو كله شيعة ولا بس كله سنة. ما لي علاقة شيعة، أنا يوم أباع عليك عراقي. اليوم أنت عراقي. أنت شو تريد مني؟ وقت الصلاة تعال افطر هنا وشوف المصلين شنو. بس شوف السلسلة موجودة. أنا جاي أفطر على كل السوق. ممنون. قال ممنون. يلا شباب. يلا. تعال شوي. بس خلنا ناخذ صورة. خلنا ناخذ صورة. السادات. الله خير.
متابعينا الكرام، مثل ما تشوفون الصورة تعبر عن نفسها. لا أعتقد أن هناك مفردة أو لغة أو بقصيدة أو بيت شعر أو متفقه باللغة أو صاحب خيال واسع ممكن أن يصف هذه البطولة، ممكن أن يصف هذه الرجولة، ممكن أن يصف هذا الإصرار وهذا التحدي اللي أنا ما عندي لغة وما عندي كلمة ممكن أن أقولها. في كل متر تتنقل تجد صورة عراقية خالصة، هنالك ثورة وهنالك كرنفال للحب وهنالك تآلف. الآن أنا موجود في واحدة من مكانات الأصحاب التي يقدمها شباب أبطال لإخوانهم. هؤلاء جاءت بهم الغيرة العراقية التي كانت أغلى وأثمن ثروة موجودة في هذا البلد، أغنى من النفط وأغنى من الفوسفات وأغنى من المصانع. لكن مع الأسف ماكو سياسي عبر التاريخ قدر يعرف شنو معنى الغيرة العراقية عندما تشتد وتلتئم وتلتحم في لحظة تاريخية لتكون هذه الصورة التي يعجز عن وصفها أي شاعر وأي بليغ. شلون الشباب؟ شلون الأخبار؟ خلينا نتعرف عليك. أنا أمير الجامعين. حياك. ولكن إحنا نشتغل بشكل متطوعين هنا يعني. بالحقيقة إحنا يعني خدمتنا 24 ساعة حتى بايتين هنا، والشباب كلهم متطوعين هنا اللي يجيبون الأدوية هنا، التجهيزات أفضل حتى من المستشفى صراحة يعني. أنتوا شو تجيبوها؟ أنتوا تدبروها؟ لا بشكل متطوعين إحنا نجيبها يعني. إحنا بيناتنا مسوين فريق على الواتساب ونجيب الأدوية وكل واحد يجيب قدر المستطاع، يعني كل واحد يشارك 25,000 50,000. ايه هذا كله خدمة لصالح العام. هنا الشباب دي تشوفهم اصابات بليغة، اصابات جروح في الرأس، حالات اختناق شديدة، يعني ما تستوجب حتى المستشفى نعالجها هنا. عاشتيك. نقدم احنا اليوم مفرزة، نقدم خدمة للوطن. اليوم ايدي تكاتف وطني اليوم شفناه من كل مكونات المجتمع العراقي لخدمة هذه الثورة، هذا العرس المبارك اللي يحتوي على المجتمع جميعا. على المجتمع جميعا نحب نوجه كلمه لسه. نتمنى من عندكم انه تستمعون لمطالب هاي الناس، نتمنى انه تستمعون لهذا العرس الوطني الجميل. اليوم كنا خدمه للعراق، اي خدمه، نسهر نتعب كنا. اليوم ما نعرف من هو السني والشيعي، اليوم اخوه تآزر بين العراقيين لخدمه هذا المجتمع الكريم. ونشكر كل انسان ساهم ولو بكلمه بسيطه لخدمه هاي البشريه. هذه الصور موجودة غير موجودة في أي مكان، لذلك أنا أدعو من خلال هذا المكان الأطباء أن يفتحوا عياداتهم كما الشباب الآن عافوا شغلهم وعافوا دوامهم وغابوا وممكن يتعرضون للعقوبات، لكنهم سجلوا موقف شريف كما هم. أنتوا افتحوا عياداتكم، ساعدوا الجرحى، قدموا أدوية، قدموا معدات، لأنه هذا اليوم هو يوم لصناعة وطن، ولادة أحرار. بعد من الشباب هنا؟ من كل العراق المحافظات موجودين احنا اليوم، يعني من كل المحافظات، من ديالى انا من بلدروس، اكو عندنا الدكتور من كركوك، من كل المحافظات مجتمعين. هذا الشعب كله اليوم يواجه هاي الحكومة ان شاء الله، وان شاء الله بحيل الله وقوته يبقى هذا الشعب منتصر ويبقى متلاحم ويبقى الأخوة بعد ما تزرع فينا أي تفرقة من هاي الحكومة اللي جاي يسوونها هسه. يريدون يزرعون بالشعب هاي اللي كانت قبل سووها بينا، اللي زرعوا فتة بين الشعب. إن شاء الله بعد ما تنجح مشاعر العالم كله، وكلمة للإعلام، كلمة للإعلام مشاعر العالم كله. صدق إعلام هو حر يجي يشوف اليوم هنا اللحمة العراقية والتعاون العراقي. شباب وين؟ السلام عليكم. بس على الكاميرا. شو الاخبار؟ انا قالوا لي انت جايب تبرعات. تمام. انا صيدلان بحضرتك. صيدلان زيد قاسم. متنقل من المفرزه مال النقابه للمفارز المتنقله. انقل ادويه من ناكل هنا باقي المفارز. الان الاحتياجات من الدواء اللي انت تنقله تتقل بناء على طلبات من الشباب. طلبات من الشباب. وهذه يعني جهود شخصية. واجبنا أقل ما يمكن نقوم به. والله يا به هزيت العالم يعني بهذا الموقف الرجولي. ولو أنا ما أستغرب إنه هذا يكون عند العراقيين، لكنه فاق أكثر من المتوقع.
واجبنا هذا اقل ما شو انت تشوف مستوى الاصابات اللي تصير الشباب يتحدثون انه يوميا بحدود 100 اصابه والله يعني هاي يمكن الاطباء يقدر يحكوا لك اكثر مني يعني يعطوك تفاصيل اكثر مني يمكن الولد اللي يعالجون المفارز اللي طبيه بس اكثر الاصابات اللي نشوفها اصابات مباشره بالراس بالصدر هيك شيء اصابات مباشره قنابل دخانيه يعني اشكر مشاهد الكرام مثل ما سمعتوا من الشباب يعني حتى هذه اللحظه في مكان واحد اكو اكثر من 100 اصابه افهموها شعب كل ما تقتل منه واحد يطلع منه مليون يعني ما تقدرون تخلصون على شعب باكمله نشوف مكان وعرين اخر للاسود ابقوا وياي مشاهدي الكرام هذه الصورة اللي أنا أريد أتحدث عنها الآن شوفون هذا الشباب شوفون هذا التنظيم تشوفون هاي الحبال هذا الطريق اللي الآن سواق التوك توك الأبطال هذا رمز الثورة العراقية التوك توك هذا الآن الشباب فاسحين هذا الطريق برغم مئات الآلاف من المتظاهرين هذا التوك توك يقوم بنقل الجرحى دولة هاي وحدة من الصور اللي موجودة بساحة التحرير اللي يسأل انه شلون تتم الامور هنا شلون تتم السيطرة عليها تشوفون شباب انه هذا الان هاي الشباب هي اللي تقوم بالسيطرة وهي اللي تقوم بالتنظيم والتوك توك هو اللي يقود الثورة الان هذا شباب هذا التوك توك اللي يقوم بنقل الجرحى مفارز طبية موجودة تنظيم عالي جدا تنظيم مؤسسي تنظيم رائع شباب يتبادلون الأدوار يقومون بهاي المهمة هذه الصور العراقية الرائعة هذا الشباب العراقي الحقيقي هذا التنظيم وهذا التنظيم مستمر على مدى 24 ساعة 24 ساعة الشباب يتبادلون الأدوار مشاهدي الكرام يعني راح أختم الحلقة من هذا المكان وإن شاء الله بأتواصل وياكم من عرين الأبطال يلا أتواصل